مطلوب لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم الدعم. وأنا شفت التصريح أنه في تقريبا 1,000,000 دينار دعم، لكن ما وصلنا إلا جزء بسيط. ولكن هذا يختلف عن موضوع الواجب الحكومة تجاه البنية التحتية. وأنا لما عملت الجولة للأندية، يعني هذا كان الأساس لنساعدهم في تطوير البنية التحتية لمصلحة شبابنا وشاباتنا، لصحتهم، وأيضا أن نعطي للأندية اللي موجودين في كل أنحاء المملكة. فلذلك أكيد هذا مش مطلب، هذا واجب لهم. وأنا بالنسبة لي كانت فرصة أن أساعدهم في ذلك. والمطالب ما هي مطالب كبيرة، وإنما تنعكس جزء بسيط من مساهمة ومساعدة الإنجازات اللي ما شاء الله شبابنا وشاباتنا قاعدين يقدموا عالميا وفي آسيا بالأخص. طيب سيدي، يعني الدعم الحكومي، يعني احنا بنلاحظ انه زي ما تفضلت سيدي انه احنا عم نحقق انجازات وما ذلك باقل قدره من امكانات المتاحه، وبنفس الوقت يعني دائما حتى في مقوله يقال بانه هدف يسجل في مباراه على مستوى دولي، تاثير الحكومه الوطني على الانتماء وتاسيس قيم الانتماء الوطني اكثر من 1000 محاضره وكذا عن السياسه والانتماء في هذا البلد. طيب احنا شو بيجي سيدي انه ليش في صعوبه بانه تحقيق هذا الدعم؟ هل بس هي الظروف الاقتصادية الصعبة اللي فيها؟ والله اعتقد، وانا طبعا من الناس اللي واعيين عن الصعوبات اللي احنا نمر فيها، لكن اعتقد انه الميزانية موجودة. وانا شفت حتى بالاونة الاخير انه كانت موفرة في حق وزارة الشباب، الان مجلس اعلى الشباب صارت. فلذلك يعني استقرار القطاع الرياضي والقطاع الشبابي مهم جدا. واعتقد اذا يعني هي مش مسألة انه هل موفر او لا، انا اعتقد انه موجودة. يعني حتى وزارة التخطيط، طيب التخطيط عارفين عن هذا الموضوع من فترة والحمد لله مستمرين. فلذلك وين يعني هذا يجب القطاع الشبابي انه يكون الاولويه وليس فقط يعني شيء لا سمح الله ان تكون ترفيه او شيء ثاني، انما يحطوا الاولويه في شبابنا وشاباتنا وفي هذا القطاع. وما عم نطلب هذا الشيء الكبير يعني حتى ان وايضا من خبرتي انا جولت بلدان كثيره، وحتى البلدان اللي يلقوا صعوبات اكثر منا الاهتمام بالشباب موجوده، فلماذا لا في الاردن؟ سيدي الطرف نقطه مهمه جدا، قضيه الحجاب الان. يعني هاي بدي ارجع انا على البرنامج الصمود. البرنامج الصمود كان في محور مهم هو تمكين المراه. ولا انه بتحس بهذا تمكين المراه انه كان القاعده الرئيسيه والنظره من تمكين المراه انه زياده نشر واتساع هذه الكرات خاصه بالقاره الاسيويه. وصادف انطباق البرنامج الى اصبح قضيه ايضا الحجاب. وانت يعني سيدي قمت وتوليت بمسؤولياتك حقيقه كقاره الاسيويه بالمبادره. الان الحمد لله حققت النجاح لهذه المساله. كيف تجد الان انعكاس هذه القضيه والان القرار ان شاء الله على كره القدم الاسيويه بشكل خاص والكره القدم يعني شوف، هذا واجب لي والحمد لله بمكاني في فيفا وايضا في الاتحاد الاسيوي لابد من ذلك. ووجدنا الدعم الكبير، وانا مستغرب اكثر يعني الكثير من الدعم اجت من العالم كأجمع يعني، وأيضا من اللاعبين ومن كل الناس اللي يفهموا ويحبوا كرة القدم وإلى آخره. فالحمد لله تحققت، والآن يعني نطلب فقط
انه الفرصه لبناتنا انهم يقدموا اللي عليهم، وانا اعتقد انه راح يصير باكمل الوجه في مختلف العالم، وليس فقط عندنا كعالم عربي او اسيوي. وبنفس الوقت اعتقد حان الوقت الان انه ندعم او نساند كل العائلات انه بطل في مشكله في هذا الشان، ويشجعوا بناتنا الان انهم يطلعوا يلعبوا يمارسوا الرياضه، لان الرياضه حق. لياقتهم امكانياتهم، فالان اصبح الوضع بهذا الشكل، فنشجع الجميع في هذا الشان. سيدي انا كثير حقيقه معجب في البرنامج اللي طرحته بالمنتخب، وانا حافظ على النقل، وكان هو اربع محاور، ولكن كان بالاطار الرئيسي بالاربع محاور سيدي، انه بكل محور تطرق الى نقطه مهمه، انه يجب ان قاره اسيا تدخل مكانها المستوى. هناك كان نحس انه قاره اسيا باكبر القارات، ولكن ليس هناك الوجود او النفوذ لها بمستوى الاتحاد الدولي. الان انا توقفت قبل فتره عند اتفاقيه الاتحاد الاسيوي مع الاتحاد الاوروبي. فكان في جمله مهمه لرئيس الاتحاد الاسيوي بانه يشكر جهود سمو الامير علي بن حسين في هذه النقطه وهذه الاتفاقيه. فيعني اعتقد بانه سيدي الان البرنامج الى اين انت ماضي فيه ان شاء الله؟ كيف شايف ان شاء الله الرؤيه المستقبل لهذا البرنامج حتى احنا فعلا نجد انه القاره الاسيويه تدخل مكانها؟ يعني اول شيء الحمد لله يعني حققنا لحد الان طموحاتنا بالنسبه للبرنامج اللي عليه. وانا لي يعني برنامج خاص، والحمد لله بلشنا بالفلبين وايضا بتايوان والى اخره وبالاردن، واحنا شغالين على ذلك، وعندي فريق ما شاء الله عليهم اقوياء وقادرين في هذا الشأن. بالنسبة لل احنا شغالين والاتحاد الدولي، ويجب الكل يشتغل مع بعض من اجل مصلحة كرة القدم، وهذا هدفي باخر مطاف، وان كل يتقارب من بعض، فهذا هو الطريقة الوحيدة لنخدم الأصل اللي هو اللاعبين اللاعبات، وثم بعد الجميع.